السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نايا من قناة حكاية نايا. كيفكم أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم بدي أقرأ لكم قصة جديدة إن شاء الله تعجبكم، ويلا نبلش. جرس مدينة آتري. آتري مدينة إيطالية جميلة عتيقة تقوم منذ زمن بعيد على سفح تل مرتفع. في ذلك الزمن البعيد أمر ملك آتري عماله أن يصنعوا جرسا أنيقا رائع الصوت وعلقه فوق برج عال في سوق المدينة. أمر أن يتدلى منه حبل طويل يكاد يصل إلى الأرض حتى يستطيع أصغر طفل في المدينة أن يصل إليه ويتعلق به فيدق الجرس. وقال الملك: هذا جرس العدالة. ونادى في الناس فخرجوا رجالا ونساء وأطفالا وتجمعوا في ساحة السوق ليشاهدوا جرس العدالة. كان الجرس لامعا براقا لا يخفى عن أحد كأنه الشمس، فقال الناس: ليتنا نسمع صوته. ثم جاء الملك فقال الناس: ربما جمعنا الملك ليدق الجرس بنفسه ويسمعنا صوته. لكن الملك لم يقترب من الجرس، وإنما وقف تحت البرج وقال للناس: أيها الناس، هل ترون هذا الجرس الجميل؟ إنه جرسكم أنتم، فإذا تعرض أحدكم للظلم أو العدوان في أي وقت من الليل أو النهار فليأتي إلى هنا ويدق هذا الجرس، فيسرع إليه القضاة بأنفسهم ويستمعون لشكواه وينصفونه ويردون له حقه سواء أكان غنيا أم فقيرا، كبيرا أم صغيرا. ولكن إياكم أن يلمس أحدكم الحبل إلا إذا كان مظلوما. ومرت السنون وكثيرا ما دق جرس العدالة مناديا القضاة، فكانوا يجتمعون وينصفون المظلومة ويردون الحقوق ويعاقبون المعتدين. بمرور السنين تآكل الحبل وتقطعت جدائله وأصبح قصيرا لا يصل إليه إلا الرجل الطويل فقط. فقال القضاة: ماذا يفعل الطفل الصغير إذا تعرض للظلم؟ ثم أمروا أن يعلق في الجرس حبل جديد يصل إلى الأرض، ولكنهم لم يجدوا في آتري كلها حبلا مناسبا، فأرسلوا الرسل إلى مدينة أخرى ليحضروا حبلا طويلا. ولكن ماذا يفعل الناس إذا تعرضوا للظلم قبل أن يصل الحبل الجديد؟ قال الرجل من المدينة: عندي حل مؤقت. ثم ذهب إلى بستانه وقطع فرعا طويلا من كرمته وثبته في الجرس، فتدلى الفرع الطويل ذو الأطراف اللينة والأوراق الخضراء حتى وصل إلى الأرض. في ذلك الوقت كان يعيش على قمة التل رجل بخيل اشتهر منذ زمن بعيد بأنه فارس ذا قوة وبأس، وكان يعيش معه حصانه النبيل الذي رافقه سنين عديدة في حله وترحاله وشاركه في أسفاره ومغامراته التي جمع منها أموالا طائلة. ولكن مرت الأعوام وشاخ الفارس ولم يعد يشترك في معارك أو يقوم بمغامرات، ولم يعد يهتم بالشجاعة والمجد، وأصبح بخيلا لا يهمه إلا جمع المال وكنزه. فباع كل ما يملكه ما عدا حصانه وانتقل للعيش في كوخ حقير بأحلى التل بين أكوام الذهب التي جمعها، بينما وقف حصانه العجوز عند الباب ولا يجد من يطعمه أو يعتني به. وذات يوم قال الفارس لنفسه: لماذا أحتفظ بهذا الحصان التعيس الذي يكلفني مالا ولا ينفعني بشيء؟ ثم طرده بعيدا فراح يتجول بين الصخور وعلى جانبي التل يأكل الحشائش والأعشاب، ويرميه الصبية بالحجارة وتنبح وراءه الكلاب، ولم يجد من يرأف به أو يعطف عليه. وفي يوم شديد الحرارة أقفل الناس فيها أسواقهم ولجوا إلى بيوتهم، دخل الحصان مدينة آتري وتجول فيها حتى وصل إلى السوق ورأى فرع الكرامة المتدلي من جرس العدالة، فيا لها من وجبة شهية للحصان الجائع المسكين. وقف الحصان تحت البرج وأخذ يقدم الأوراق الخضراء ويمضغها. صار جرس العدالة يدق ويدق ويدق حتى سمعه الناس جميعا، وكأنه يقول لهم: أنا مظلوم، أنا مظلوم، أنصفوني أيها القضاة، أنصفوني أيها القضاة، أنصفوني ممن ظلمني. سمع القضاة صوت الجرس فارتدوا أردية القضاة وخرجوا إلى الطريق، وخرج معهم أهل المدينة كلهم وتجمعوا في ساحة السوق، فوجدوا الحصان يأكل فرع الكرامة.
قال رجل من الناس: هذا حصان الفارس الشحيح الذي يسكن أعلى التل. وقال آخر: إنه يشتكي ظلم صاحبه، لا يطعمه ولا يعتني به. قال القضاة: لقد دق الجرس ووضع القضية بين أيدينا، وسينال حقه من العدالة مثل باقي المخلوقات. وأمروا باستدعاء صاحب الحصان وحققوا معه، ثم أصدروا حكمهم فقالوا: لقد طردت هذا الحصان من بيتك بعد أن عرضته للجوع والإهمال سنين عديدة، مع أنه شاركك في جمع الثروة التي تكتنزها الآن، لذلك فمن حقه أن ينال نصف ما جمعته من مال، فنشتري بها قطعة أرض يرعى بها ونبني له مأوى يقضي فيه شيخوخته. انصاع البخيل لحكم القضاة بين فرحة الناس وتهليلهم، ثم قاد الحصان إلى أرضه فأكل حتى شبع، ثم ذهب إلى بيته فنام نوما هنيئا. وهيك بنكون خلصنا قصتنا اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم واستفدتوا منها، وإلى اللقاء مع قصة جديدة. باي.